احمد رجب لو كان عايش ما كانش عيب حد يقول كلمه رثاء فيه، لان ده البسمه الضاحكه في مصر كلها. وانا كنت بتدرب في مؤسسه اخبار اليوم وانا طالب في كليه حقوق 70 71 لغايه سنه 74 قبل ما اتخرج من النيابه. كنت دايما بطلع بقى مكتبه، وانا فاكر كان في الدور الثاني ما يروش في مؤسسه اخبار اليوم. فانا بقول ان احمد رجب ومصطفى حسين الاثنين توأم في بسمة، يعني هجوم لبعض راحوا في شهر واحد. فالله يرحم مصطفى والله يرحم أحمد رجب، وأنا بقول الاثنين مش هيتعوضوا إن شاء الله.